قررت لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي ايقاف الكابتن عمرو انور المدير الفني لفريق الشباب واحالته للتحقيق بمعرفه الشؤون القانونيه. ده طبعا بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكره. جاء هذا في ضوء التقرير اللي تلقته اللجنه مؤخرا من الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بخصوص الاحداث اللي شهدتها مباراه الاهلي وامبي في دوري الشباب.